سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانة، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لفيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانة، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. مدينة الشهداء، اعطونا زغاريت على الشهداء العمارية. الله يرحمهم ويوسع عليهم. مدينة العمارية معروفة مدينة ثائرة، مدينة الأبطال. أنا حبيت قبل ما نبدأ، كاين شهيد معروف في المنطقة هنا، تعرفوه كامل، سي طيب الجغلالي. السؤال الأول يقول، عندي لكم سؤال، وقتاش توفى سي طيب الجغلالي؟ تاريخ وفاة سي طيب الجغلالي شكون اللي يعرفها؟ شكون اللي يعرفها؟ شكون اللي يعرفها؟ اوكي، اعطي الميكرو، اعطي الشابة هذه، اعطوا لها الميكرو، اعطي الميكرو للشابة هذه اللي موراك، لهيك لهيك هيك هاديك. واسمك بنتي؟ آية. شحال في عمرك آية؟ 11 سنة. وقتاش توفى الله يرحمه؟ 9 جويلية. لا ماشي 9 جويلية. أعطي للشاطر هذا، أعطي للشاطر هذا، لهيك لهيك. واسمك؟ محمد. محمد، شحال في عمرك محمد؟ 10 سنوات. 10 سنوات، الله يبارك. وقتاش توفى سي طيب الجغلالي؟ 29 جويلية. 29 جويلية، زدنا السنة 1959. واو، تصفيق عليه، تصفيق على محمد، تصفيقة تصفيقة. تعال تعال، طلعوا لي محمد، تعال طلعوا لي محمد، تعال محمد، تعال تعال. إذن ولدي محمد، تقرا مليح؟ تقرا مليح؟ واش من سنة تقرا؟ سنة رابعة. سنة الرابعة، وين عرفت هذا التاريخ هذا؟ في المدرسة ولا وحدك ولا كيفاش عرفت؟ في المدرسة. في المدرسة قريتوه؟ الله يبارك الله يبارك الله يبارك. أعطيه الهدية تاعو، أعطيه الهدية تاعو، أعطيه الهدية تاعو. إذا محمد رامي تفضل، راعي حصة مع مو يزيد وراعي هذه الجولة، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. شكرا. العفو العفو ولدي، العفو 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 محمد العفو. تفضل ولدي، خليه ينزل. فوالا، اذا سي طيب الجغلالي توفي في 29 جويلية 1900
59. تعرفوا وين؟ شكون اللي يعرف وين؟ أي معركة؟ وين؟ أي مكان؟ بوسعدة؟ لا لا، في العمرية؟ لا لا، في شفة؟ لا لا، في سيدي فرج؟ لا لا يا وليدي، لا لا، ماشي في بسكرة، لا لا، معليش، ديار الشيوخ جبل قعيقع في الجلفة. في الجلفة يا أحبائي يا أخي. إذن نترحموا على الشهداء الأبرار. واش رأيكم يا أطفال؟ إحنا على أبواب المدرسة. عمو يزيد لكم أغنية تاع الدخول المدرسي، يقول فيها: صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غالي.
سكر 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 يشيل بالك يعطيكم الصحة حبرتولي وجهي. شكرا 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 يا أحبائي. المدرسة هي بيتي الثاني يا أخي. شكون يحب المدرسة في ديدو؟ وهنا كاش اللي يحب المدرسة هنا كاع؟ شكون يحب العطلة؟ تعال طلعوا لي صالح، طلعوا لي صالح، تعال أروح أروح. وش راك صالح؟ قدم بنتي سواتي عمارية. صحة صالح رحب بيا، كان من بين الأوائل اللي كي دخلت لهنا كان موجود ورحب بيا وفرح بيا، قال لي مرحبا بك في العمارية. يا أخي صالح، صالح واش تقول لهم؟ صالح صالح عمارية، صالح تاع العمارية. الله يبارك، تحية لكاع ناس العمارية. سيبوا له بلاصة يقعد معنا، عطوا له بلاصة يقعد معنا. صالح قعد معنا هنا هنا، خليه تما فوالا، اقعد معنا فوالا. صالح يقعد معنا. صالح راهو هنا، حبيت مادام صالح وقاعد معنا نغني لكم أغنية ساعدني. تعرفوها؟ ساعدني ساعدني محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. يا أحبائي، الإنسان ملتاج ويحتاج، مهما كان المركز تاعو، مهما كانت أملاكه، مهما كانت الصفة تاعو في مجتمع، محتاج مساعدة. لازم نساعدوا بعضنا بعض، ممكن تكون بابتسامة، بالأكل، باللباس، بأي شيء. إن أخذت بسائل شفقة وليس لك بما تتصدق، فابتسم له ولا تقلق، فابتسامتك له صدقة. يا أحبائي، الإنسان لازم يكون مبتسم، إنسان لازم يكون دائما يدل الخير، الخير جميل جميل. تغنوا كامل معايا، ساعدني ساعدني محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. كامل تغنوا، يلا. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني ساعدني
قاطع سيري كلي معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق بطيء سيري كلي معينا كم تلقى من خيري. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وجنب لك. السلام عليكم. جيت من بلدية عين بوسيف، جيت هنا باش نزهو مع الأخ يزيد. نشكر الأخ يزيد على الالتفاتة الطيبة اللي التفت بها الأطفال الصغار والبراعم، ولأن الأطفال في هذا السن يحتاجوا هذا الأمور فقط، ما يسحقوا الفرح والابتهاج. ونشكره جزيل الشكر ومرحبا به بولاية المدية. نشكر عمو يزيد بزاف بزاف وإن شاء الله يولي لينا. نشكر عمو يزيد بزاف بزاف اللي فرحنا ودرنا حفلة هنايا. نشكر عمو يزيد على الحفل اللي أقامه هنا، ونتمنى أن يعود مرة أخرى. السلام عليكم. نشكر عمو يزيد على هذا الحفل اللي فرح قاعتي كذراري تاع عمارية، ونشكره بزاف بزاف ونشكره قناة الشروق. السلام عليكم. نقول لكم يعطيكم الصحة على هذا الحفل، ويعطي الصحة عمو يزيد فرح الأولاد كامل هذوما، ونقول له رانا جيناكم من الغاية باش نحضروا الحفلة تاعكم، ويعطيهم الصحة ناس كل الناس العمارية، وبارك الله فيكم. يعطيكم الصحة يا زيق الأطفال، يعطيكم الصحة. راكم عاجبين لحد الآن؟ إيه عندكم علامة جميلة، ما نقول لكم شحال عندكم علامة. ريحوا عاقلين ونكملوا الحفلة تاعنا يزم مليح باش عمو يزيد يقول للأطفال تاع العمارية هما اللي جاوا الولا أكثر من الولايات الأخرين. إيه نعم نعم يعطيكم الصحة، كملوا كيما راكم. بس معليش عمو يزيد ما تخافوش، بس معليش. شكرا شكرا شكرا. ساعدني ساعدني محتاج لك. يا أحبائي المساعدة مهمة جدا جدا جدا، لازم نساعدوا بعضنا بعض. كاين أغنية الخير كذلك راح نغنيها لأول مرة هنا في مدينة العمارية، عمرها ما تغنت. قل فيها: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. يا أحبائي فعل الخير مهم جدا في المجتمع. الخير، تغنوا كمل معايا أغنية الخير. يلا. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين
بأكل مال أو بلباس، لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. شكرا 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 شكرا. أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس، إن ليس لك بما تتصدق وأخذت بسائل بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. أما السائل فلا، وأما اليتيمة. شكون اللي يقدر يقول لي هذه الآية من أي سورة ورقم الآية؟ رقم الآية، هبطوا يديكم. كنت وقع هكذا، السورة ورقم الآية، شكون؟ ميدو، شوف لنا الشاطرة هذه، أعطي لها الميكرو، أعطوا لها الميكرو، جوز لها الميكرو، أعطوا لها. واسمك بنتي؟ فرح. فرح، شحال في عمرك فرح؟ 11 سنة. 11 سنة، شاطرة في الدراسة، شحال جبتي معدل؟ 14. واو، جميل 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 جميل. من أي سورة هذه الآية؟ سورة الضحى. برافو، رقم الآية؟ 7. لا لا. لا لا. لا لا. ولكن على بالكم، واسمك قلت لي؟ فرح. على بالكم دائما عمو يزيد كي يطرح حد سؤال يسيب روحو حائر. انا عندي هديه واحده، وفرح صابت الصوره ما صابتش الايه. نعطوها الهديه، اللي يقول نعطوها الهديه يرفد يده. نعطولها ولا لا؟ لا نعطولها. تعالي فرح، طلعوا فرح. معليش، تعرفوا علاش باش هكذاك واحد ما يزعف؟ انا نجاوب على الشطر الثاني تاع السؤال، انا نجاوب عليه. واش قلتي لي بنتي الآية؟ خليها معليش، خليها بميكرو، معليش. قولي رقم؟ لا لا، ماشي 4، لا 7، 9. وي برافو برافو، 9 9 هي الآية رقم 9 من سورة الضحى. يا أحبائي، هذه الآية أنا نحبها بزاف بزاف بزاف. علاش؟ أما السائلة فلا تنهر، لأنه المحتاج بالمرات يجي يطلب ولا حاجة، واحد ما يجيبوا الخير. يا أحبائي الأطفال، الإنسان إذا وصل إلى حالة التسول فهذا معناه أنه كما يقولوا بالعامية المسلح قتل العظم. على الأقل لا من نهروش السائل يا أخي. أما اليتيمة فلا تقهرها، شيء مفروغ منه كذلك. إذا بنتي أعطيني الهدية تاعها. إذا بنتي، شركة شيبس مهبول، راعي هذه الجولة، راعي حصة مع عمو يزيد، يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. إن شاء الله. الله يخليك بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. نزلوها، نزلوا فرح. برافو برافو برافو. أحبائي، تعرفوا النوتات الموسيقية؟ دو ري مي فا صول، دو سي لا سول فا مي غي دو. عمو يزيد لكم أغنية تاع النوتات الموسيقية، تغنوا كامل معايا. بصح حبيت نشوفكم كاع رافدين يديكم في السماء وتغنوا. على بالكم يا أحبائي، في آخر الجولة راح نديروا تقييم للتفاعل تاع الجمهور أحباء عمو يزيد مع عمو يزيد في كاع الولايات، وراح نشوفوا مدينة العمرية وين رايحة تتمركز.
تكونوا من الأوائل، تكونوا الأولين يا أخي. إذن لازم تتفاعلوا مع عمو يزيد. يلا دوريمي فاسولا سي. دوريمي فاسولا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوريمي فاسولا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوريمي فاسولا سي دو دو سي لا صول فامي. تلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي. خطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي. لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. شكرا 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 شكرا. عجبكم الحفل يا أطفال؟ عجبكم الحفل؟ عمو يزيد أسعد 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 والله. مدينة العمارية عندي فيها أصدقاء بزاف بزاف بزاف، كنت زرتكم في شهر رمضان المعظم. والله سعيد سعيد جدا لعود رجعت لكم كما وعدتكم في رمضان اللي فات، قلت لكم نعود نرجع. ربي وفقنا ورجعنا، اليوم رانا هنا بفضل مجهود فريق كامل متكامل جمعية أحباب العمارية، أعطونا تحية عليهم. بلدية العمارية على رأسهم رئيس البلدية ورئيس دائرة كذلك، اللي أبوا إلا باش نكونوا معكم. مجمع الشروق الإعلامي عمو يزيد، شركة رامي وشركة شيبس مهبول، اللي أبوا إلا أن يلحق عمو يزيد لمدينة العمارية ويفرحكم كامل. على بالكم يا أطفال ما هوش من السهل أنك تنظم حفل ضخم كما هذا والإقبال هذا. إذن ماذا بينا كي الحفلة يجوز في أروع الظروف، راكم هايلين هايلين هايلين. أحبائي لا تحزنوا حان الوداع، لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم أحببناكم
لا ننساكم، أحببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع. لا ننساكم، أحببناكم، سنعود في موعد جديد مع عمو يزيد. يلا تغنوا كامل معايا. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نشكر عمو يزيد على هذا الحفل الرائع ومازال من التألق والناجح. شكرا. نشكر عمو يزيد بزاف بزاف لأداء هذه الحفلة، وأتمنى له إكمال في مشواره الطويل. نشكر عمو يزيد على هذا الأداء اللي دارونا، هو حفل جميل. نشكر عمو يزيد على هذا الأداء الذي قدمه لنا اليوم والذي أفرحنا كلنا. بون، السلام عليكم. اولا نشكر العم يزيد والأخ يزيد على تلبيته لدعوة الدعوة لجمعية أحباب العمرية، ونشكر السلطات المحلية والسلطات الولائية على المساهمة في إنجاح هذا الفعالية هذا الحفل. والأخير نتمنى لجمعية أحباب العمرية يكون المسؤولين دعم لنا، لأننا في بداية المشوار، وهذا ما تنوه. شكرا لكم.